الباتل رويال او البي ار. لما اقول لكم باتل رويال ايش تتذكروا او ايش تفكروا عن اللعبه؟ ببجي، ايبكس، فورتنايت، وارزون، ايش باقي بعد؟ في اشياء كثيره، بس بالتحديد في عام 2017 بشهر مارس اتفاجئنا جميعا بلعبه جديده اسمها بلايرز انون باتل جراوند، او بالمعروف ان هي ببجي. سواء اتفقنا واختلفنا انه المستوى اللعبه سوى ترند للاستوديوهات كثيره انه باتل رويال وكيف صار، وصار الحين يوم جزء رئيسي من عالم ألعاب الأونلاين والإي سبورتس. ومن بعدها جت لعبة فورتنايت وإيبكس ليجندز. لكن السؤال، هل مطورين ببجي هم اللي ابتكروا فكرة البي آر جيمز أو الباتل رويال جيمز؟ الإجابة لا. شيء متوقع يعني، أكيد ما هنسوي الفيديو اليوم إنه خلاص هو ببجي هم سووا الفكرة يعني، بس خلينا نتكلم شوية أو نتعمق أكثر عن الباتل رويال جيمز. وقبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، تذكير خفافي كذا، لايك، شير، سبسكرايب، صوت كذا كف، طاع 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 ثلاث حبات، علشان احنا ننزل فيديو كل أسبوعيا، كل أسبوعين، حتى اللغة العربية راحت. ونطول عليكم، خلينا نبدأ. سبب التسمية أو الفكرة العامة الدور حولين الاسم يرجع لأصول فيلم ياباني اسمه باتل رويال اللي صدر عام 2000. من جد والله ترى ما قاعد، ومبني على رواية يابانية بنفس الاسم كمان. الفيلم فكرته باختصار أن الحكومة اليابانية اختاروا بشكل عشوائي 42 طالب في المرحلة التاسعة، يعني نقول ثاني ثانوي ولا ثالث ثانوي، وضعوهم على جزيرة مهجورة وأجبروهم أنه يقتلوا بعض، واللي ينجو في الآخر أو اللي هو سيرفايفز يفوز. والفكرة انتشرت بشدة وصارت سب جانرا بأفلام ثانية مثل The Condemned للمصارع ستيف أوستن، أو السلسلة الشهيرة The Hunger Games. الفكرة عجبت الكثير من الديفلوبرز أو المطورين، خصوصا أنه لما نتكلم عن الباتل رويال في الألعاب بناخذ عنصر آخر معاه يبدأ، وهو السيرفايفل أو البقاء على قيد الحياة. وهذا لأن طبيعة الأجواء الباتل رويال مبنية على فكرة الانعزال، وأنه تكون معاك موارد محدودة تنجو فيها أو سيرفايف لنهاية الباتل أو المعركة. واحدة من الألعاب اللي اقتبست فكرة البقاء وركزت عليها جدا في عناصر أسلوب اللعب هي ماينكرافت اللي صدرت عام 2011، وكانت عبارة عن أرض خصبة للجمهور، يعني كذا عشب وموية ومربعات، ويعني ايش السالفة ويني انا. وبعدها صار في مودز وانه عن الباتل رويال، متأثرة بفيلم او افلام الهانجر جيمز واللي سموها السيرفايفل جيمز لتجنب مشاكل حقوق الملكية. والفكرة اللي قام عليها المود شبه للفيلم تماما، انك تقوم وتلحق تجمع لوت وأسلحة وكذا نصف خريطة وقلق، واللاعبين البلايرز اللي حوالينك بيجمعون لوت مثلك، فالوضع يعني كان قلق. فأول خطوة في نقل هالفكرة هذه من الأفلام للألعاب، ومن جد في فبراير عام 2013 صدر مود جديد للعبة سيرفايفل المحاكاة العسكرية أرما 2، اسم المود دايزي، وكان الهدف منه إضافة الزومبيز في اللعبة في محاولة تقليد النجاح اللي حققته كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2. المود بالفعل حقق شعبية كبيرة ما بين جمهوره، لدرجة ان المطورين حولوا هالمود للعبة منفصلة تماما نفس الاسم، ولكن واحد من المودرز كان اسمه برندن جرين، وشهرته في عالم المودز بلايرز انون. شايفين كيف لسه بنوصل على الفكرة؟ خليكم معي حبة حبة. وسووا لها مود بعنوان Survival Games with a Z، مو اس، واللي كان يشبه بشكل كبير مود ماينكرافت وافلام الهانجر جيمز، وهي السرفايفل او الصراع على بقاء الحياة. وكل مدى الخريطة او الماب يصير اضيق وتقفل على اللاعبين، وكل واحد يقتل في الثاني. استكمل براندن تطوير المودز بداخل اللعبة مع اصدار ارما 3، واضاف بعد افكار جديدة في مود الباتل رويال، واللي كان اهمها ان اللاعبين هيبدأوا في كل جيم على طيارة وينزلوا بالبرشوت، واللي يكون طبعا حوالينهم لوت. التغييرات هذه ما حققت للأسف النجاح المتوقع، ومن جد براندن يعني ترك اللعبة لينشأ مود رسمي في لعبة بقاء H1Z1 باسم King of the Kill. المود كان يسع 150 لاعب، ويقدر انك تسوي كرافتنج وتصنع اسلحة ودروع في وقت اللعبة. وبرغم ان المود حقق نجاح كبير، الا ان برندن قرر بعد ما يكملش. ايش السالفة؟ شكله ما عجب اي شيء. قال يا رجال انا بسوي الاستوديو الخاص فيني، ولعبة مخصصة للباتل رويال فقط، ويقدر يحقق فيها رؤيته وعمل لعبة بالفعل اسمها Players Unknown Battleground، واللي هي PUBG.
ومثل ما انتم شايفين او سمعتوا، اللعبة حققت شهرة ونجاح كبيرة جدا، وقدرت انه عام 2017 تبيع حوالي 20 مليون نسخة، وصارت الخيار الاول لاي ستريمر على منصة تويتش يوتيوب يا رجال، لحد ما ظهرت في الساحة لعبة فورتنايت. يعني ليش يعني؟ يلا ما عليه. اللعبة اللي أكلت الأخضر واليابس وصارت أشهر على الإطلاق في عالم الباتل رويال، رغم أنها في الأساس كانت لعبة سيرفايفل فقط، بعد ما أصبح الباتل رويال ترند شفنا ألعاب كثيرة غيرها قدمت نفس النمط، مثل فري فاير، رينج أوف أسايلم، أو إيبكس ليجندز، واللي جمعت بين الباتل رويال وتايتن فول 2. إيبكس ليجندز يعني خطيرة، وورزون اللي تخسر في جيم بدل ما ترجع سبكتيتر مود يكون عندك جولاج مثلا. فالأفكار هذه خطيرة، وممكن ما يعني ما ندري هل في باتل رويال يدعسون على ببجي وإيبكس ليجندز. وكذا يا جماعة وصلنا للختام، إنه كيف باتل رويال ومن وين بدت وكيف بلايرز أنون صار بلاير أنون، يعني معلومات خفافية. يعني قولي لي تحت في الكومنتس إيش أفضل باتل رويال جيم عندكم. كان معكم محمد درسوني، أستاذة ياسمين، عمر، خالد، ونشوفكم الفيديو الجاي.